مرة أخرى أشكر البروفيسور الدكتور علي عباسي على دعوتي للمشاركة بهذا المؤتمر الرائع، وهي المرة الرابعة التي أشارك فيها وأزور فيها مدينتي المحببة إلى قلبي الإسكندرية. بالنسبة للمواضيع التي طرحتها في هذه المرة في مشاركتي، كان هناك موضوعان حضرت فيهما البارحة وهو اليوم الأول لافتتاح المؤتمر. المحاضرة الأولى كانت تتعلق بالغدة الدرقية وجارات الغدة الدرقية، وهي أردت أن أنوه أن هناك نوع من قلة استخدام وسيلة تصوير جيدة جدا في هذا المجال، وهو السونار أو الألتراساوند أو السونوغرافي في أمراض الغدد الدرقية والغدد جارات الدرقية في منطقة الرقبة بشكل عام. جهاز السونار وهو معروف للناس بالذات في فحص الجنين في الحمل وفي فحص مثلا المرارة، يعني حصاوي المرارة والحاجات دي، فالناس بتعرف السونار من التجارب هذه في الطب وفي تعاملهم بالصحة بشكل عام. فجهاز السونار هو جهاز صغير وقد يعرف الكثيرون أن له عبارة عن أداة كده بحجم الموبايل، ويضعها الفني أو الفنية على أي جسم في الإنسان فتفرز أو تطلق موجات فوق صوتية فتعطي صورة واضحة وجميلة جدا عن أي منطقة في جسم الإنسان في مسار هذه الموجات. فإذا كانت الإمرأة حامل توضع على بطن المرأة الحامل فنرى الجنين بشكل جميل. فيما يتعلق بالرقبة والغدة الدرقية وجارات الدرقية، هذا الجهاز يعتبر جهاز رخيص لا يكلف كثيرا، ليس فيه خطر إشعاعي، ليس فيه إعطاء حقن لمواد إشعاعية أو أي شيء، فلذلك هو جهاز يعني ما فيهوش أي خطورة. وأنا اللي أشرت له في المحاضرة أنه مفيد جدا في تشخيص بعض الأمراض والتي لم نعهد أن نستعمل السونار في ذلك، مثل مرض غريفز وهو فرط نشاط الغدة الدرقية. يمكن أن نستخدم السونار ونقيس درجة تروية الدم في الغدة الدرقية، فهذا يساعدنا في تشخيص مرض غريفز. ثم هناك الكتل الدرقية الصغيرة بالذات الأقل من 1 سنتي قد يتعذر اكتشافها بالأشعة الشعاعية، التصوير الشعاعي أو الطبقي، والسونار أدق في اكتشافها لأن بعضها قد يكون غدداً، قد تكون كتل سرطانية. ثم هناك فرز نشاط الغدد جارات الدرقية والتي عادة نكشف عنها بالتصوير اللي بنسميه سيستميبي اللي هو التصوير الشعاعي، والتصوير ده يعني مكلف وفيه مادة مشعة، وأيضا قد يتعذر معه اكتشاف بعض الغدد المفرطة النشاط الصغيرة بالذات، فالسونار يساعد في ذلك. ثم هناك الغدد الليمفاوية المنتشرة في الرقبة في مناطق مختلفة، التصويرات الأخرى مثل المحورية الطبقية وغيرها قد لا تكون فعالة مثل السونار
في الكشف على هذه الغدد، وهذا يتعلق بموضوع سرطان الغدة الدرقية. وهذا كان موضوع محاضرتي، وهو التنويه أننا يمكن أن نستفيد أكثر من هذه التقنية، والتي يمكن يعني أي دكتور غدد ممكن يشتري الجهاز ويضعه في عيادته ويستعمله، بدل ما يرسل المريض للأشعة أو للمستشفى، كل ما عليه يعمل أنه يشغل الجهاز، هو زي اللابتوب بالضبط كده، حجمه كده زي اللابتوب، وطالع منه البتاعة دي اللي تضع على الجسم، وبسهولة يمكن يشخص كل هذه الأمراض بدون تعب. هذا كان الموضوع الأول الذي ناقشته في الصباح. الموضوع الثاني الذي ناقشته في بعد الظهر هو موضوع مهم جدا، وأنا حقيقة أريد أن أنتهز هذه المقابلة لنشر هذه الفكرة بين الناس والأطباء في بلدي الحبيب مصر. يتعلق ذلك في موضوع فحص الدم لتقييم الكوليسترول. الموضوع أنه إحنا متعودين منذ 50 سنة أو أكثر، سواء في مصر أو في العالم كله، وعندنا هناك في أمريكا، أنه الإنسان لازم يصوم 12 ساعة وبعدين يروح على المختبر بالصبح وعشان يفحصوا دمه ويشوف الكوليسترول. ده يعني بدأنا نكتشف نحن ومجموعة صغيرة من الباحثين في أمريكا، وأيضا في نحن وفي أوروبا وفي كندا، إنه يعني هذا شيء يثقل على الناس. يعني عملية إنه الإنسان ما يفطرش بالصبح دي حاجة صعبة عند كثير من الناس، وبعدين كل الناس يروحوا صايمين على المختبر بالصبح، ده برضو مش يعني مش مناسب، والمختبرات بتلاقيها معبأة بالمرضى في الصباح، كلهم عايزين يكشفوا على الكوليسترول وكلهم صايمين. فحاليا في توجهات من قبل منظمات الصحة المختلفة في بالذات في أوروبا وكندا، وللأسف أمريكا شوية متأخرة في هذا المجال، إنه يا عمي ما فيش داعي للصيام على أساس فحص الكوليسترول، لأنه حاليا الدراسات أثبتت إنه يمكننا تقييم الكوليسترول في أي وقت من النهار، يعني لا يجب أن نكون صائمين. نحن مجموعتنا الصغيرة في جامعتنا تفردنا في البحوث التي تتعلق بهذا الموضوع في مرضى السكر، لأنه مرضى السكر بيكونوا على إنسولين أو المواد اللي بتنزل السكر، فمريض السكر لما ما يفطرش ويروح على الصبح على الريق علشان يفحص الكوليسترول ويكون ماخذ الإنسولين إما بالليل أو بالصباح، ده يؤدي إلى مضاعفة خطيرة جدا وهي هبوط السكر. فإحنا يعني اكتشفنا ذلك بالصدفة، لأنه مرضانا بدأوا أو بدأنا نلاحظ أنه المرضى يعانوا من ذلك، وهذا قد يكون خطيرا، لأنه معظم الناس بيسوقوا السيارة وهم رايحين على المختبر وبيكونوا مش فطرين وماخدين الإنسولين، فبينزل السكر، فده قد ينتج عنه حوادث سيارات ومضاعفات خطيرة، لأنه هبوط السكر زي ما قلنا في المقابلة بتاعت السابقة إنه زيادة السكر خطيرة، بس برضو نقصان السكر خطير، وده بينشأ عن الإنسولين وأدوية السكر التي إذا زادت جرعتها أو إذا الإنسان ما أكلش أو ما فطرش. فإحنا بالإنجليزي سمينا الحالة دي فيد، يعني فيد بالإنجليزي معناها إطعام المريض، بس هي fasting evoked in root hypoglycemia in diabetes، دي يعني كده مختصر يعني أنا اقترحته على أساس إنه نقول للناس فيد، يعني ما فيش داعي للصيام عشان فحص الكوليسترول، ممكن تروح أي وقت، فاطر بعد الغداء بعد العشاء أي وقت.
وعملنا بحوث في جامعة ولاية ميشيغان وننشرها، والحمد لله بدأت الهيئات الطبية في أمريكا وغيرها بالالتفات إلى أبحاثنا هذه لأخذها بعين الاعتبار. ونحن حالياً نقود حملة في أمريكا لنقتدي بزملائنا بكندا وأوروبا أنه يعني ما فيش داعي للصيام عشان الكوليسترول، وده الصيام ده مش صيام رمضان، لأنه الناس يمكن يلخبطوا. أنا ما بتكلمش عن صيام رمضان، أنا بتكلم أنه تروح على المختبر يعني على الريق، يعني الصايم يعني ما تاخدش الفطار. ده الموضوع اللي نتكلم فيه، وأرجو أنه زملائنا هنا في مصر اللي شاركوا بالمؤتمر يعني يفكروا بهذا الموضوع، ويمكن أن يبحثوا فيه، وإذا وجدوا وإذا وافقونا فربما يمكن أن يقوموا بذلك هنا في مصر. هذان الموضوعان اللذان شاركت فيهما، وأيضا شاركت في جلسة اكسبرت بانيل، يعني جلسة خبراء ثالثة كانت لمناقشة حالات نادرة تقدم بها زملائنا في مصر هنا، وشاركنا بآرائنا فيها، وكانت حالات بالفعل حالات صعبة وحالات نادرة، وزملائنا هنا أبدعوا في معالجتها وأدلونا بدلونا في ذلك. هذا ما لدي، ومرة أخرى شكرا للقائمين على المؤتمر لدعوتي إلى الإسكندرية، المدينة المحببة إلى قلبي، وشكرا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.